بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الكرسي الساخن ودرس صلة الرحم والطالب ليث وصفي. السؤال الأول: بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الوارد في النص؟ من الأرحام؟ الأقرب. ما معنى صلة الرحم؟ ما الفكرة التي عرضها فواز على أبيه؟ قال فواز: ما ذكر يا أبي أن نزور نحدد يوما لزيارة الأقارب. كيف قابل الأب الفكرة؟ كيف قابل الأب فكرة فواز؟ قال له: بارك الله فيك يا بني. رحب بها. ماذا تعلمت من النص؟ النصر الأقارب. بارك الله فيك يا ليث، أشكرك.